مرحبا. صباح الخير عصيمة بنتي. لاباس عليك؟ مرحبا الحمد لله. يعني تعرف علي؟ مرحبا بك. شنو تعمل؟ شنو؟ والله نخدم عام يومي، نخدم كل شيء. تخدم كل شيء، شنو معناها؟ معناها ديكورات، نخدم حاجات يعني خفيفة، أنا حالة في العمر كبير ما عادش نجم نخدم برشا. عندك صناعات، مجموعة من صناعات ولا صنعة واحدة ولا شنو بالضبط؟ لا عندي شوية صناعات، مش برشا، شوية في السودير، شوية في الارتيكل نتاع الزبس نتاع اللوح. بقينا في الموضوع، شنو انت بصح كيما نحكيو معاك على الخدمه في تونس وعلى البطاله في تونس. انت وجهه نظرك كيفاش تشوف في تونس الخدمه في تونس؟ تعبه، ما فماش خدمه، ولادنا قاعدين تعبين. ولادنا، انا واحد من الناس، عندي ولدي في الدار بطل، فهمت، طول 19 سنه وقاعد اللي بابا قلق ما نعمل حتى شيء، مرات نهزوا معايا كان عندي خدمه، ما عنديش خدمه، الدنيا ماتت، فماش خدم، نعانوا معناها. الشباب مسكين، فهمتني، يا ربي ربي يفرج عليه. البكري نصور مع واحد غالي الدنيا، باش نرجعوا له الغلا، نصوروا مع واحد مواطنين ولا يبكي، نحكيوا على خدمته، قال شو نقول حاجه، قال شبابنا مسكين ضايع والدوله ما قامتش بالواجب، الزتله في كل مكان، مخدرات، بطالة، شباب عدى عمره اللي المفروض يتعلم فيها القيم ويتعلم فيها يكبر ويتعلم ويبدا يقرا. الزتلة والمخدرات، ثم الناس تخدم، رجال أعمال يخدموا، نحكيو بصراحة يعني يدخلونا، يدخلوا ناس تخدم، ناس تخدم على رواحها، يدخلوا زكاة، يدخلوا دروب، يدخلوا كذا. تو سمعت الأيامات اللي الزتلة يخلطوا فيها بالجواجم. شنو؟ جمجمه نتاع برشا ديما شويه، يجي بدها يرحوا ويحطوها مع يحطوها يشربوها مع الدروك. ثلاثه ماتوا ولا اربعه شباب ماتوا، كل وظيفه دروك وهي مخلطه، مخلطه بالجمجمه نتاع البشر. لهذه الدرجه بسهولة نحكيو اليوم على مخدرات ونحكيو على تجار وخلطان مخدرات بجواجم بلادنا ولات هكا؟ هي سهولات امنيه ماشي مقصره، مو بريسك شدوه اللي يعمل في العمليه هذيا، فهمت، حتى ديجا عدوه مع حمزه البلومي، هو اسمه على اسم عبيثه، عبيثه ذا يجبد في رؤوس العباد، فهمتني، حسابات. هي اصلا الزتله، زتله ومخدرات والحرابش اليوم يقول حتى ذر صغار يقول لك موجوده في الانتراج نتاع ليسي، في الانتراج نتاع اللي ما موجود، كل شيء، كل شيء موجود. شبابنا مشي في هوا، ما عادش شكون يرجع، ما عندوش قيم، ما عندوش تونسين، ما تعطيش خدمه، ما تعاونوش كدوله، ما تعاونوش، ما تعطيش قرض باش يخدم، ما تعطيش. انا نعرف انسان معاق، معاق معناه يستحق يجي تو 6 سنين على رخصه نتاع جمرك باش يبيع الدخان، ما دوالوش، قال لك موقفها الوزير، ما عادش شكون باش تحكي، ما عادش شكون باش تحكي. دوله اخرى ذوي الهمم، ذوي الهمم عندهم مسبق، ما دام يذري عليه العالم التونسي، هو تونسي، مواطن تونسي، بالك شي براني، هو مواطن تونسي، يذر عليه العالم التونسي ياخو حقه عليه، ما ياخوش. تو كيما هذا جاي يشكي لي، قال لي بابا لا غالب راهو ما عطونيش، ما حبوش يعطوني. قداش عمره؟ 19 سنه برس. عنده اعاقه مشيش معاه؟ عنده اعاقه. قال لك ما حبوش يعطوني، يعني شنو هو رخصه تاع الدخان؟ باش يمشي يبيع ويشري الدخان، اي ما عطوهالوش. فهمت؟ قريبي هذا، عليه، قلت خويا برسك. تحس روحه معناها مظلوم في بلادك؟ روحه مظلوم مسكين. 19 سنة بلا ما عندوش مصروف، ما عندوش دواء، ما عنده شيء، عايش هكاك. عمل الإجراءات الكل مشى. كل شيء، المطالب الكل، فهمتني، حتى بعث حتى على البوس مشى، فهمتني، آخر حاجة باش يقابل الوالي، ما نعرفش عليه أمه باش تقابل الوالي، فهمتني، باش تشوفه معاه. هو واحد من مئات ومن عشرات اللي مش واخذين حقهم، هو حقه اليوم رخصة، حقه أنه شهرية حتى تصرف. واحد من الألف. معناها هذا موضوع من المواضيع يعني، فهمتني تو. اعطيه حقه ولا كله ما نعطيكش هيك ديريكت، مش تحقره، امشي ويجي، امشي ويجي، في الاخر يقول لك لا الوزير وقفها، بعدت الناس الكل وحطوا الوزير. معناها احنا نمشي، والسيد هذا يمشي للرئاسه، ما عادش تو السيد، ما عادش يمشي للبلديه، لا يمشي للولايه، لا يمشي حتى شيء، ولا يمشي للرئاسه. احنا مشكلة كبيرة في تونس، فما تعطيلات نتاع ارجع غدوة، تعطيلات نتاع تقف على تصحيح إدارية أكثر منها حاجات أخرى. أكثر منها حاجات أخرى، أرجع غدوة وبعمل مطلب، فهمت؟ ما يجيش.
عندي بسقاب السيد الوالي يقول لك اعمل له مطلب بسقاب. قالوا لك اعمل مطلب. قالوا له قبل اعمل مطلب. هي راهي الحكايه سي كلفي قالوا له اعمل مطلب راهي معناها شي مشي ويجيبوا وكها. لا مش يمشي ويجيبوا. بالرانديفو. بون نظام احنا قلنا نظام باهي موش مشكله. بالرانديفو ما تبتاش علي الجماعه اربع ايام خمس ايام بس خليني شهر وانا راقد. وقعد حتى عام واثنين وثلاثه هو ماشي يجي على نفس النصر. بعثت على البوسطه. للشؤون الاجتماعيه بعثت على البوسطه للشؤون الاجتماعيه. والبلدية شؤون الاجتماعية والبلدية شؤون الاجتماعية والبلدية إجراءات كل تبعها وزارة الشؤون الاجتماعية والبلدية والأخرى نسيت اسمها حسيلو أربع شهور هذوما ما جاوبوش ما جاوب حد. أنت تحكي عليه بحرقة تحكي عليه بخاطر هو مثال وهو ولد خوك ولا ولد أختك يعني وغيره برشا أربع شهور ما جاوبش بالمراسلة يعني الورقة موجودة اللي بعث بها. مسكنات هيك. نعم. مسكنات هيك. ما جاوبوش، ما فماش إجابة. إي ولا لا. ما تقول لي إي ولا لا. باش أما مش طفيني جملة. ما أنا مواطن تونسي قال لك ولا لا ما نعرفش. مادام يظهر علي علم تونس هي تعطيني حقي تقول لي ما أنت ما تخطينا أنت. عندنا المحاباة في تونس، عندنا سياسة المكيالين. نعم. عندنا المحاباة في تونس سياسة المكيالين كل واحد كيفاش تصرفوا معاه حسب تدخلاته. عندنا احتراماتي عندنا المحقرانية برشا. شوف روحه شادي بلاصة باهية يحقرك. فهمتني؟ حتى في بلاصة مثلا أنا خدمت يعني في خدمت في بلاصة سوجيكا سكيورتي. يتعدى واحد مثلا يقولوا كمال لله هو تواضع هو تربيه لاباس عليه يقول لك السلام عليكم ولا يقول لك صباح الخير لا ما راكش بك انت تدخل ما يشوفكش لا ما يشوفكش كنت تولي عندك الفلوس ولا عندك السلطه نتاع الوظيفه ولا السلطه السياسيه الاخرى يقول كلها تجري في جرتك وكلها تتقرب لك لا يولي يشوف هكاك لا ما يحكك ما يشوفكش شكون هو مثلا عساس قول شكون هو ما هو بشر كيفو كيفك هو تسع شهور انت في التسع شهور ما تعرفش على الدنيا زاد كي تدور زاد الدنيا يرحم والديك مش تواضع باهي تواضع باهي مع العباد ايش بيه كلنا خايين كي تقضي زاد للعباد في قدر المستطاع باهي زاد يا يعطيك الصحة تقضي قدر المستطاع هي عندك اجرين اجر عند ربي واجر في الدنيا فما خاصة فما الأقارب في الأقارب اللي تجيه الفرصة أنه يخدم خدمة معينة تولي عنده بعض السلطات ما عادش يعرف مثلا حتى أقرب الناس اللي موجودة ما تحكيليش على الأقارب تو خوه يحقر خوه ويفك الخوه ومعناها مش يبدأ عنده سلطة يبدأ عنده سلطة ما عادش يعرف فما مش الكل ما عادش يعرف فما موجودين فما أخوك يحب يخولك حق بسيف يقول لك لا انت مثلا عندك دار انت بناها وساكن فيها من حياه بوك وامك يجي اخوك يقول لك اخوي لا انا نحب نورث خرجك ونورث ولو بناها انت حتى ولو بناها انت يجي يقول لك نحب بنا قانون انت باش عندي 30 سنه ساكن فيها وبناها انا الفوق وانت بايك لوطه دار لوطه مسكر بنا سيفه باش تخرجني انا وتسكن انت موجود برشا موجوده برشا بنا سيفه وانت لابس عليك وعندك ديارك وعندك كذا الناس تطمع ممكن فما ناس ما تتشبعش ما تشبعش فما ناس ما تشبعش من الفلوس شكرا لك ما تشبعش من فلان عندي شكون اللي لبس عليها فهمتي ويتبعوا في اقرب الناس ليا معناها زوي ولا مساكن على حكايه فارق فهمتني موجود اي موجود هذه ظواهر شكرا لك عايشك عايشك